انطلقت احتجاجات في مناطق لبنانية عدة بعد اعتذار سعد الحريري عن تشكيل الحكومة. المحتجون قطعوا عددا من الطرقات في العاصمة بيروت وفي طرابلس شمالا. أيضا انتشر الجيش اللبناني عقب دعوات للتظاهر في المدينة. هذا وتسود حالة من التوتر في الشارع اللبناني بسبب الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد في غياب تشكيل حكومة جديدة. هذه الصور التي تصلنا إذن مباشرة من بيروت للاحتجاجات التي أعقبت اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة. منطقة جسر الكولا في بيروت تشهد ربما احتجاجات يتابعها معنا مباشرة من عين المكان الزميل محمد شبار والموجود أيضا في ذات المنطقة. محمد، كيف تبدو الأوضاع لديك حيث تقف وربما في مناطق أخرى في لبنان؟ هل هناك احتجاجات أخرى تم تسجيلها؟ زاهر، فعليا فور اعلان رئيس الحكومه السابق سعد الحريري الاعتذار عن تاليف الحكومه، شهدنا قطع للطرقات في اكثر من منطقه، ليس فقط في العاصمه بيروت بل ايضا في المحافظات الاخرى. ربما اعنف هذه الاحتجاجات شهدناها هنا في منطقه الكولا وصولا الى منطقه المدينه الرياضيه. نحن الان عند احدى مداخل المؤديه الى منطقه طريق الجديده، طريق الجديده هذه المنطقه ذات اغلبيه محسوبه على تيار المستقبل الذي يتزعمه الحريري، ونشاهد في الصوره عشرات المحتجين الغاضبين الذين عمدوا الى قطع هذا الطريق الذي يربط العاصمه بيروت بمطار رفيق الحريري الدولي وكذلك بجنوب لبنان. في المقلب الاخر من الصوره نلاحظ ارتال للجيش اللبناني الذي حاول مرارا التقدم باتجاه المحتجين لدفعهم واعادتهم الى الاحياء الداخليه، ولكن تصميم المحتجين اعادوا وخرجوا الى هذا الشارع الرئيسي واجبروا الجيش اللبناني على التراجع. زاهر، فعليا يمكن القول اننا شهدنا ونحن نصل إلى هذا المكان بالعين المجردة إطلاق نار من قبل الجيش اللبناني في الهواء لتفريق بعض المحتجين، خصوصا أن المحتجين نجحوا في دفع الجيش إلى الخروج من منطقة الكولا المحاذية من هنا. نشهد الآن عودة لتقدم الجيش اللبناني باتجاه المتظاهرين، وبالتالي يحاولون التراجع باتجاه الأحياء الداخلية. هذا هو الحال على مدار الساعة الماضية، هذا الطريق قطع بالنفايات بمستوعبات النفايات وبكميات كبيرة جدا من النفايات تطلبت استخدام جرافة تابعة للجيش اللبناني لإزالة هذه النفايات، ولكن زاهر كانت الجرافة تعمل تحت وابل من الحجارة إنجاز التعبير. الشعارات التي يرفعها هؤلاء تؤكد الولاء لسعد الحريري وترفض النتيجة أو اعتذار الحريري، وتحمل رئيس الجمهورية ميشيل عون وأيضا صهره رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مسؤولية ما آلت إليه الأمور وأيضا المسؤولية العامة في البلاد ومسؤولية التدهور الاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه. ولكن على هامش هذا الموقف السياسي، بعض المحتجين هنا في الشارع اللبناني زاهر يتخوفون من ماذا بعد، تحديدا مع اعتذار الآن الحريري. تبدو السيناريوهات الاقتصادية وأيضا السيناريوهات الأمنية في الشارع اللبناني مفتوحة على كل الاحتمالات، وتاليا يمكن القول أن تم تقلق كبير وواضح في الشارع اللبناني من المرحلة المقبلة. شهدنا فور أعلان الاعتذار ارتفاع كبير في الدولار، وصل إلى 21 لير، 1000 ليرة لبنانية مقابل الدولار، ارتفاعا من نحو 19,000 ليرة. الآن نشاهد إطلاق بعض المفرقعات النارية باتجاه الجيش اللبناني الذي توقف عن التقدم في مناطق أخرى. محمد، يعني ونحن نتابع معك هذه الصور لاشتباكات بين الجيش يعني والمتظاهرين في مناطق أخرى أيضا، هل يبدو الحال كما هو حيث أنت في منطقة الكولا أم أن يعني قطع الطرقات والاحتجاجات تقتصر فقط على المناطق التي يوجد فيها مناصرو تيار المستقبل وسعد الحريري؟ حقيقة
حتى الساعة زهر يمكن القول أن المشهد الأعنف هو الذي يحصل هنا عند هذا النقطة. منطقة الكولا قريبة جدا، وبالتالي إمكانية انتقال المحتجين من الكولا إلى هذا المنطقة سهل جدا. وفور احتدام الموقف هنا في هذا المنطقة تجمع الشبان من مختلف أحياء منطقة طريق الجديدة، حتى الشبان الذين قطعوا طرقات أخرى محاذية لهذه المنطقة تجمعوا الآن في هذه المنطقة. ولكن يمكن القول أن حركة الاحتجاج في بيروت تشمل أكثر من حي في العاصمة بيروت، وصولا أيضا إلى شمال لبنان وأيضا البقاع. رصدنا قطع عدة طرقات، وأيضا زاهر كان لافتا بعض المناطق التي يعني لا تعتبر محسوبة على تيار المستقبل أيضا قطع فيها الطرقات، ولم يعلم بعد. ونحن نتحدث هنا عن ما أفدنا عن قطع بعض الطرقات في الضاحية الجنوبية لبيروت، ولا نعلم تحديدا خلفيات هذا القطع الطريق، إن كان على الخلفية الاجتماعية أم هناك رسالة سياسية، خصوصا أن العلاقة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والتيار الوطني الحر شهدت الكثير من الخلافات في الفترة الأخيرة خلال مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري للتوفيق بين الحريري وميشيل عون. زاهر، نعم، يعني أيضا محمد، هل هناك أي احتمال لتوسع رقعة الاحتجاجات ربما نحو مناطق غير محسوبة على الزعامات السياسية؟ نتحدث عن وسط بيروت كما حدث خلال الشهور الماضية في اندلاع يعني ثورة تشرين في منطقة رياض الصلح أو ساحة رياض الصلح وساحة الشهداء، أم أن هذه هي الاحتجاجات وقطع الطرقات يعني تقوم بها مجتمعات محلية إن صح التعبير معدودة على الزعماء السياسيين؟ ظاهر تماما، حتى الساعة هذا الاحتجاجات هي لمجتمعات أهلية محلية محسوبة على الزعامات السياسية، وتحديدا التي تناصر الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل. تحديدا اليوم في هذا المناطق نحن بانتظار كلمة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري عند الساعة 9 تقريبا بتوقيت العاصمة بيروت، سيطل عبر أحد المحطات المحلية هنا في العاصمة بيروت، وبالتالي يتوقع أن تتراجع حدة هذا التحركات مع بدء كلمة الرئيس الحريري، وإن كان سيوجه دعوة لأنصاره في الشارع للتهدئة، خصوصا أن هذا المشهد يعتبر بوضوح صدامات بين الجيش اللبناني والمحتجين المحسوبين على تيار المستقبل. وتيار المستقبل عادة ما يؤكد على ضرورة عدم التعرض للجيش وعلى ضرورة حفظ السلم الأهلي، لذلك هذا المشهد ينتظر تحديدا الآن كلمة سعد الحريري، خصوصا أن أي موقف لم يرصد عن تيار المستقبل لتهدئة الشارع أو الدعوة إلى ضبط النفس في الشارع. وبالنسبة إلى وسط بيروت تحديدا، وسط بيروت زاهر هي المنطقة التي كان يتظاهر فيها المجموعات المدنية التي كانت ترفع شعار كلٌ يعني كلٌ وتشمل كل الطبقة السياسية. هذه المجموعات تراجع في الأشهر الأخيرة حراكها عموما في على مستوى لبنان، ومن الواضح أن هذه المجموعات لجأت إلى خيار التنظيم بعد عدم قدرتها على الحشد في الفترة الماضية في الشارع. تنظر إلى ما يحصل اليوم بوصفه محاصصة، فهي ترفض بطبيعة الحال أن يترأس الحريري الحكومة، كما أنها ترفض أن تشكل حكومة يتم فيها محاصصة المقاعد الوزارية. وبالتالي ما رصدناه من بعض الناشطين من هذه المجموعات يؤكد على أنهم لم يكونوا يحبذون فكرة حكومة سعد الحريري تحديدا، لأنها ستكون حكومة محاصصة حزبية وطائفية بطبيعة الحال. ولكن في المقابل تم تقلق واضح من مما سيحصل في الفترة الماضية، خصوصا أن حكومة الحريري بغض النظر زاهر إن كان الحريري يرأسها أو شخصية غير الحريري أو من ستضم، كانت ضرورية وأساسية للبلاد، خصوصا بعد الوصول إلى منزلق خطر جدا على الصعيد الاقتصادي والمعيشي، ووسط تأكيد المجتمع الدولي على ضرورة تأليف حكومة فورا والشروع في الإصلاحات لإنقاذ ما يمكن. محمد، يعني نشاهد معك هذه الصور التي ترصد الشارع وتنقل لنا أيضا أنباء عن مناطق أخرى يتجمع فيها المتظاهرون، لكن هل هناك أي ردود أفعال من الطبقة السياسية؟ يعني سمعنا فقط ردود أفعال من التيار العوني، لكن ماذا عن باقي اللاعبين السياسيين؟ حتى الساعة ليس هناك
حتى الساعة لا يوجد ظاهر أي تعليق سياسي أساسي من الأفرقاء الأساسيين أو اللاعبين الرئيسيين في الساحة السياسية اللبنانية، وهذا علامة استفهام كبيرة الزاهر. حتى تيار المستقبل أشار كما أشرنا منذ قليل في مثل هذه الحالات كان يصدر بيانات يدعو الناس إلى ضبط النفس، عدم مواجهة الجيش، ولكن حتى الساعة لم يصدر أي بيان أو أي موقف. وكذلك عن مختلف الأحزاب الناشطة، وكأن هناك شبه تسليم بصعوبة أو انسداد الأفق السياسي والاقتصادي والمعيشي في لبنان. ننتظر الساعات المقبلة تحديدا زاهر، تحديدا موقف سعد الحريري في الشق السياسي لتلمس إلى أين يتجه تحديدا لبنان في الأيام المقبلة، وإن كان سيكون هناك إلقاء إذا مزيد من ليست قنابل زاهر، يمكن تكون هي زجاجة يوجد فيها بعض زجاجات المولوتوف، يعني كما هو واضح محمد.